اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده رجعنا لكم في فيديو جديد خالص. هنعمل مع بعض النهارده حاجه مختلفه. هنعمل النهارده ايه؟ بوكس او علبه نايم فيها اكسسوارات، هدايا، اي حاجه جات لنا هنعملها من علبه التليفون اللي بتبقى عندنا اهي. دي شكلها موجوده في اي بيت يعني. والحاجه الثانيه اللي معانا ورق الفوم. بس الحاجتين دول اللي هنعمل بيهم النهارده البوكس ده عشان نقدر نعين فيه اكسسوارات، حاجه غاليه علينا كده. اول حاجه معانا بجيب ورق الفوم، عشان انا مقطعه اهو على قد القاعده، انا مجهزه اصلا والواجهه من قدام. هنجيب ورق الفوم ونحدده كده وبالقلم الرصاص والقطع. تمام، يلا نبتدي بقى نعمل ايه احلى بوكس. ونرجع لكم تاني بعد ما خلصنا الصندوق اهو. خلصنا الشكل الداخلي للصندوق اهو، قسمناه وعملناه اهو. فاضل بقى ان احنا نزينه. نجيب ورق الفوم عشان نعمل مقبض. هنعمل مقبض بيه، هنجيب حتة ورق فوم اهو اهو.
وكده احنا وصلنا للشكل النهائي اهو، عملنا الشكل النهائي للبوكس اهو، شكله تحفة الصراحة. الستايل اللي احنا عاملينه فوق ده شكله جميل قوي، غير شكل العلبة خالص. العلبة بقى احنا ممكن نحط فيها ايه، اكسسوار، خواتم، حلقان، اي حاجة اهو ممكن نحط فيها، او مش شرط الحاجات دي، ممكن نعين اي حاجة مهمة فيها كشكل يعني ايه، بحيث انها ملطاش لها جميل وشيك وعلبة متينة في نفس الوقت. ده كان الشكل النهائي من علبة بسيطة جدا، علبة موبايل اديتني الشكل ده اهو، كانت تحفة الصراحة وجميلة جدا. عايزين نمسك مثلا اهو نفتحها من هنا اهو. طيب هنفتحها كده اهو، نعمل لها مقبض اهو عشان نفتح منها. طب هنا الجزء ده ممكن احط فيه مراية، مراية صغيرة او اي حاجة يعني. انا ما عنديش مراية يعني الحجم ده، ممكن احنا نضيف لها مراية هنا او اي حاجة ممكن نعلقها هنا يعني زيادة، يعني كماليات ممكن نعمل لها ايه حاجة زيادة بس. وده كان الشكل النهائي اهو وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك، فعل زر الجرس، لايك، كومنت، تقول لنا ايه رأيك، لو عندك اي فكرة نعملها مع بعض تاني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.